لكن انا اللي استوقفني يا دكتوره ومستغربه جدا في الترند ده انه تشجيع الام. بالظبط. الامهات هم اللي بيشجعوا ولادهم ان هم يقفوا قدام الكاميرا ويقولوا يا حبايبي الالفاظ اللي بتسمعوها بره في الشارع عشان اسمع الالفاظ دي. دي فكره مدمره جدا. الام او الاب اللي هم يعني المؤسسه الاولى المفروض مسؤوله عن تشكيل الطفل ده وتربيه هي اللي بتشجعه يعمل ده. دي حاجه خطيره جدا. هي يعني شهوه ان انا اجري ورا الترند باي طريقه، ودي نفسيا يعني تفسريها ازاي؟ هو في اسلوب في التربيه مش جديد، يعني كان موجود من فتره، انه كل ما تدي حريه للطفل عن التعبير يبقى انت اديت له مساحه انه يطلع اللي جواه وانت تعرف عنه وتسمعه اكتر. بس هي الفكره انه يعني الكلام ده من ايام دكتور سبوك، ده من فتره طويله، يعني بنتكلم مثلا من 50 سنه فاتوا. لكن بعد فتره من مشاهده ايه اللي حصل في الاجيال دي بداوا يعتذروا عن اللي اتقال، انه لا هو انت ما تسيبوش يغلط، وتقول هو من حقه يغلط عشان يطلع طاقه الغضب اللي جواه، علمه يطلع غضبه ازاي. يعني لو انت متضايق من حاجه مثلا، انت طلبت لعبه واحنا ما جبناهاش دلوقتي، هل من حقك ترزع الباب؟ هل من حقك تشتم؟ هو ترشيد الغضب ازاي تعمله ترشيد؟ لا، انت فهمه ان احنا مش هنجيبها دلوقتي، وانت بعد فتره هتحصل عليها لان انت اجدت شويه في دراستك، لان انت اتصرفت بادب فانت تستحق هذه المكافاه. حتى لو اتضايق شويه مش هيجرى له حاجه، بس هو هيتعلم ازاي ينظم رغباته، وازاي ياجل الحاجه اللي عايز يحصل عليها، وازاي يحصل عليها من طريق صح مش باي طريق غلط. مش كل الناس عندها هذا العلم او هذه الثقافه. فدلوقتي احنا للاسف بقينا متعلم من السوشيال ميديا. فلو حاجه موجوده قدامنا وجديده ما نجربها، يمكن تجيب نتيجه، يمكن تشهرنا زي ما بتوع السوشيال ميديا انشهروا. حتى لو فيها ريسك ما نجربه، مش هنخسر حاجه. لا، هو هنخسر كتير، لانه دي كانها ويف منظمه لزياده العنف في التعامل البشري. مش هقول انها مبعوتنا مخصوص، بس هي بقت موجوده. يعني لو حضرتك تفتكر مثلا لما جت امريكا يناقش فيها فكره ايه اللي بيحصل في سجون ابو غريب، فطلع ترند كده في امريكا بيسالوا هو ليه ولادنا بقوا بيتصرفوا بهذا العنف. فتقال انه الاساليب اللي احنا ربينا بيها وسمحنا فيها ان هو يزعق بصوت عالي وما يحترمش مواعيده ويتعامل مع الطرف الاخر بتمييز وبعنف، اداهم المساحه دي في التصرف بعد كده. طب هو هيتصرف كده مع الغريب بس، ولا ممكن يتصرف معايا انا كده؟ ممكن يتصرف كده مع صاحبه، ممكن يتصرف كده مع ابوه وامه، ممكن يتصرف كده في بلده مش بس بره. طبعا ممكن. فبدا يبقى في مراجعه للميول دي، انه ده مش دايما يبقى صح. انت بتجرب حاجه ممكن تطلع صح او غلط، بس ليها اثار جانبيه مش هندركها غير لما نلاقي الاجيال دي على اللونج ران بقت بتاذي نفسها وبتاذي اللي حواليها. وده اللي حاصل دلوقتي. يعني العنف الشديد في كل حاجه ده ما كانش موجود بالحجم ده. السكوت العالمي والاجتماعي على مظاهر عنف احنا بنشوفها برضو ما كانش وارد، لكن ده بقى نتيجه يعني فكر واسلوب حياه مقبول، لان انت ربيته من فتره طويله انه ده العادي.